نعم الشيخ، عندي سؤال بس موفيك. اتفضل. حضرتك قبل كده في شرح كنت شرح في درس واتكلمت عن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الكلام ده صحيح؟ رحمة الله تعالى عليه، رحمة. اصبر أكمل لك. اتفضل يا شيخ. أقول أولا رحمة الله تعالى عليه، الله يرحمه ويحفظه. ثانيا جزاه الله عنا عن المسلمين خيرا، ثالثا ليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه بمعصوم، ولا غيره من العلماء بمعصوم، فكلهم وكلنا نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، فلا تظن أبدا أن عالما من العلماء أيا كان شأنه معصوم، لا تظن ذلك أبدا. وبلا شك أن الشخص، وكما قال القائل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني إذا كان الشخص مثلا أفتى في 100 مسألة مثلا أخطأ في 5 منها فنسبة الصواب 95%، وهكذا. فلا شك أن الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه أصابه ما أصاب البشر في هذا الباب من الخطأ والنسيان، والله أعلم. تمام يا شيخ. أيه. الشيخ الفوزان يعني كان ده رد على كان إيه؟ اللي هو رد على الكلام، يعني رد يقول إن الشيخ معصوم؟ لا هذا كان يعني أنا قرأت كتب الشيخ محمد ولم أرى فيه خطأ يعني. والله هذا حد علمه، هذا حد علمه، لكن يعني أقول له الشيخ لم يقصد يعني هو خطأ الشيخ محمد كاملا، هو الشيخ العدوي أرد في خطأ معين يعني. أرد أقول له أبلغه السلام، وهذا إمام وعالم الشيخ الفوزان وفقه الله، لكن نحن لا نوافق أبدا على ما أثاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، في كتابه التوحيد من قوله بعدم العذر بالجهل. قد يكون في كتب أخرى يعذر بالجهل، لكن كلامي على أشهر كتبه وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فيه نص في أكثر من موطن على عدم العذر بالجهل، ونحن نخالفه في ذلك لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله هذا قلت لك هو بشر، لا يؤخذ من كلامي أننا نطعن في الشيخ له فضل على المسلمين، لكن أكرر ليس هو رحمة الله تعالى عليه ولا غيره من العلماء بمعصوم، ولا أنا معصوم. بارك الله فيك. فكل يعني دائما هناك طرفان وسط، غلو كامل ويصل إلى ادعاء العصمة، وشطط في النيل من الشيخ وتضليله وتبديعه، فنعوذ بالله من هذا ومن ذاك. الوسط. معلش الشيخ ممكن نقطة تانية؟ تفضل. عندنا في البلد شيخ انه من ايام الثورة وكده، عندك ايه؟ ايام الثورة عندنا في البلد يعني بعد الاحداث دي يعني في صدفية انقسمت عندنا. انقسموا في كل البلاد. احنا عامة انا وصديق ليا يعني بنحاول نصلح بين الفرقين. يا ليتك تصلح والله وتجمعهم على الكتاب والسنة. بس يا شيخ الاخوة التانيين عندهم شرط. شرط؟ شرط في الصلح يعني. هو الشرط هو شيخ يقول منك تبدع من الشيخ محمد حسان الشيخ الحويني والاخوان، فالكلام ده خطا يعني. يعني انت تشترط علي حتى خلاص، جزاك الله خيرا. انا ابدا اي اقول عن شخص ان ابتدع بدعه في الدين انه ابتدع في الدين، وانصحه واذكره، لكن شخص بعينه لابد ان انا ادرس حاله دراسه. طبعا يعني كلام باطل، طبعا لا يصح صلح الا اذا انا ببدا البدع بتاعته، انا في البدع بتاعته، اما الشخص نفسه لا. وما البدعة حتى نعلم؟ يعني ما البدعة التي ارتكبها زيد قد لا تكون بدعة من الأصل، ما هي البدعة حتى نعلم ونحذر وننصح له، علينا حق النصح. من الخروج يعني شيخ خروج بدعة الخروج يعني خروج على من؟ وما قال على
والله اساله بقى انا ما يكفيني يكفيني ما ذكرته لك. السلام عليكم. مرحبا يا احمد. السلام عليكم.